الترجيحية التي أعطت اللقب، واللقب الذي سيبقى غالي لكتيبة الطوس. هناك فرصة ممتازة خطيرة داخل منطقة العمليات، خطيرة، محاولة ممتازة، والحارس في المكان المناسب، وأمام من؟ أمام الفاتحي الذي يريد أن يسجل على فريق الأمس، على الفريق الذي جاوره في الألقاب. محاولة داخل منطقة العمليات وأمام الحارس الذي كان رفيق الأمس، شاهدوا محاولة ممتازة، ولكن هنالك